أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في المستهل مستهل الاجتماع. أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، ذلك للوقوف أولا بأول على الخطوات التي تمت في هذا الصدد ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة معدلات تسليم السيارات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معدلات التسليم للمستحقين للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعا. في إطار توجيهات الدولة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تطوير الصناعة يمثل محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي. قالت الوزيرة إن مركز تحديث الصناعة حقق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدة استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التجارة والصناعة اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة. افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية. قال المدير التنفيذي للهيئة محمد الشحات إن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة أيضا للقطاع الخاص، وأوضح أن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة أيضا، تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي، ذلك من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة أيضا حسب نوعية مياه الري. في إطار توجيهات الدولة لتنمية المشروعات، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا بتمويل 1249 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل بلغ نحو 29.5 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي حتى شهر يوليو. قد أتاحت هذه المشروعات 1587 فرصة عمل، ذلك لأبناء المراكز والقرى المستهدفة. في إطار سعي الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ذلك لخدمة نحو 800 ألف مشترك في نطاق محافظة بني سويف بإجمالي استثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه، ذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021. أشارت وزيرة الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إلى إدراج 65 قرية بمركزي بابا وناصر، مؤكدا أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعمال الأعطال الطارئة في جميع المناطق. نجحت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية في تحقيق معدلات متزايدة في حجم تداول وحركة السفن للشهر السابع على التوالي، حيث حققت الهيئة ارتفاعا كبيرا في كميات البضائع المتداولة خلال شهر يوليو الماضي بزيادة قدرها 4% عن المعدلات المحققة في شهر يوليو من العام السابق. قال المتحدث باسم هيئة ميناء الأسكندرية أحمد برقع إن حجم البضائع الصادرة من خلال ميناء الأسكندرية خلال يوليو الماضي بلغ 1 مليون طن، كما شهدت حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الأسكندرية زيادة بلغت 5%، والعبارات 25%، سفن البضائع العامة 22%، فيها سفن
سفن الصب سائل بلغ نسبة الزيادة 19% خلال يوليو الماضي. أصدرت إدارة البورصة المصرية القرار رقم 617 لسنة 2021 بشأن منح الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة مهلة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء القادم، تنتهي في 31 من أغسطس لعام 2021، حيث يلزم القرار الجديد الشركات الصغيرة والمتوسطة بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع الراعي، ذلك خلال المهلة الممنوحة لها.